السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورين في مهرجان عيد الصيف الشرقية. المرة هذه كان فرق كبير في المجمعات وفرق كبير في المواقع الترفيهية. طبعاً استضفنا في هذا العيد شخصيات، استضفنا فرق إنشادية محببة للأطفال كثير. المواقع لبينا جميع الرغبات الأطفال في المواقع المطلوبة، منها مجمعات تجارية، مواقعنا اللي على البحر، الشواطئ، المتنزهات الداخلية بين الأحياء. تكفلت أمانة المنطقة الشرقية مع غرفة الشرقية بإحضار شخصيات محببة للأطفال، مواقع مفضلة للكبار والصغار. دوري كمقدم برامج مسرحي للأطفال وتفعيلي أحاول ألبي رغبات الكبار والصغار. الله يسامح بعض أولياء الأمور، يعني الطفل هو وده أنه يستمتع بنوع اللعبة، في بعض الألعاب ما تساعد وما تناسب سنه إلا يشارك. طبعاً فكرت موضوع الإصابة، فكرت موضوع سلامته. نتمنى من أولياء الأمور أن يختارون أطفالهم الوقت المناسب للعبة المناسبة لدخولهم معنا في المسرح. المواقع الترفيهية الممتعة اللي قاعدة تصير عندنا في المنطقة الشرقية برضو موجودة عندنا على البحر، الحدائق الداخلية، الكورنيش، واجهة البحرية، الدمام، الخبر. ما شاء الله الكل مبدع من ناحية الأفكار وأيضاً الأشخاص الحاضرين معانا. الأيام الجاية انتظرونا في مجمع الظهران بوابة 12، راح نكون معاكم على موعد مع المتعة والمرح، مسابقات ترفيهية، راح يكون معنا فرق إنشادية، راح يكون معنا شخصيات كرتونية وجوائز قيمة قدمها لنا المراكز العربية مجمع الظهران مول. أحب أشكر إخواننا وأخواتنا من الخليج، من الوطن العربي، من المغرب إلى المشرق اللي زارونا في صفحتنا في اليوتيوب. ننتظر بس دخولكم معنا الصفحات وتفاعلكم بالكومنتات اللطيفة. عندكم اقتراحات ضيفوها عشان احنا نقدر نقدم شيء ممتاز لمجتمعنا. عندكم انتقاد تفضلوا قولوا لنا، ولكن الانتقاد اللي يكون اللطيف اللي يوصل للقلب. احب اشكركم، اخوكم احمد الشامسي، واتمنى لكم الاستمتاع معاي. شكرا لاخونا المصور والمخرج نواف، واتمنى تزورونا في صفحته. شكرا لكم لحضوركم وسامحونا على اي تقصير. اخوكم احمد الشامسي، دمتم سالمين.